تشن السلطات المحلية على مستوى مركز جماعة أوريكا بإقليم الحوز حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمختلف الشوارع ووقف الترامي على الرصيف ووجهت السلطات الإقليمية تعليمات إلى مختلف القيادات من أجل حد من ابتلال الملك العمومي من طرف الباعة الجائرين وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي وتجردت السلطات المحلية بأوريكا حيث خرجت مدعومة بمصالح القيادة والقوات المساعدة إلى جانب جرافات وشاحنات لحجز العربات وأقدمت السلطات في مختلف النقاط الحيوية على الضرب بيد من حديد على محتل الميكا العمومي خصوصا اصحاب المحلات التجاريه والمقاهي التي تستغل الرصيف ونوه العديد من المواطنين بهذه الخطوه التي من شانها ان تنظم الملكة العمومي باوريكا التي تعيش على وقع الفوضى والترامي على الرصيف ما نتج عنه عرقله واضحه في تنقل المواطنين على الرصيف والتسبب في حاله الفوضى وتعرض المرة الى خطر التعرض لحادث سير بعد الدفع بهم من استعمال الطريق بدلا من الرصيف وابدا مواطننا استحسانهم هذه الحمله التي ستستمر لتشمل كافه المناطق باوريكا لا ان المنطقه صارت تعرف تراميا واضحا على الملكة العمومية في غياب تدخل مصالح الوصية المحنية باستخلاص العائلة على ذلك وطالب نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي السلطات المحلية بعدم جعل هذه الحملات موسمية مشددين على وجوب استمرارها يعني لمنع التطاول على الملكة العمومية